بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب، عش حياة العلماء واقرأ صنوف الكتب. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درسنا النهاردة يا اخوانا هنتكلم عن مراجعة للجزء اللي فات الخاص بقواعد البيانات، عشان هنبدأ ان شاء الله من الدرس الجاي ان احنا نبدأ في المشروع الختامي للدورة، دورة الاكسس يعني مع الفيجوال بيزك. ببساطة ملخص الامر كله، ان معظم البرامج عندنا بتحتاج تخزين قواعد بيانات. خدنا النوع الاول من قواعد البيانات هو الاكسس، اتعلمنا نعمل ملف جديد، اتعلمنا نعمل باسورد للملف، اتعلمنا ننشئ جدول، نصمم الجدول وانواع البيانات اللي فيه. تمام، ده الجزء الخاص بالاكسس. خلاص، نيجي للجزء الخاص بالايه، بعمليه الايه، الفيجوال بيزك. ببساطه الامر في الفيجوال بيزك سهل. اول حاجه بتستدعي المكتبه اللي هي system.io، اسف system.data.oledb. تمام، زي ما اخذنا في الدروس اللي فاتت، علشان يقدر يمكنك ان انت تتعامل بيانات مع بيانات اللي هي بتتعامل مع ايه، مع الاكسس داتابيس. تمام، جميل، اللي هي من نوع الاكسس. ثانيا، تمام، اللي احنا اول حاجه اخدناها كيفيه الاتصال بقواعد البيانات. طبعا عرفنا الجبنه وحفظنا الجبنه، المفروض يكون احنا ايه من كتر شغلنا نكون حفظناها خلاص. لو احنا جينا فكرنا بيها، جمله الاتصال في الفيجوال بيزك بتتم كالتالي، كبر الخط شويه، بروفايدر، تمام، ثم هتكتب مايكرو سوفت دوت اي سي اي دوت او ال اي داتابيس فقط، دوت 12 دوت صفر بس خلاص. وثم هنا تقول له ايه، داتا سورس، تمام، وتكتب هنا المسار، او لو حطيت الملف بجوار الداتابيز، اسف حطيت الداتابيز جنب البرنامج بتاعنا، يبقى نكتب الاسم الداتابيز على طول اهو، داتابيز نيم دوت اي سي سي دوت اي سي سي داتابيز بس خلاص. طبعا لو انت شغال بام دي اف هتكتب هنا برضو ام دي اف، ولكن ده مش 12 بقى، هيكون 4. تمام، هيكون ايه، 4. تمام، جميل. طبعا بس احنا ما خدناش كده، لان ام دي اف دي 2003. جميل، اكسس داتابيس دي جمله اتصال، وعرفنا ان بجمله الاتصال هقدر اتصل بقاعده البيانات. اقدر اتصل بقاعده البيانات ليه؟ عشان اربع حاجات: سيلكت اجيب بيانات، انزيرت ادرك بيانات جديده، ابديت اعدل بيانات موجوده بالفعل، ديليت احذف بيانات موجوده بالفعل. بس انت تعمل ايه غير كده؟ صح كده؟ تمام. واخدنا وقت في التعامل مع هوير، عرفنا ان هوير هي شرط بقول له اختار لي، تمام، في حالة كذا. ووقفنا مع هوير اكتر من ايه؟ اكتر من محاضرة. واخدنا برضو التعامل مع التواريخ، واخدنا برضو التعامل ايه، المقارنة بين الارقام. فاكر الملف ده؟ صح؟ لما جينا قعدنا نتعامل اهو، وقفنا مع هوير بقى، هل هو ايه، يساوي، هل هو لا يساوي، تمام، هل هو نوت، تمام، لايك نوت لايك، وهكذا. وقلنا النجمه دي في الاكسس، انما في الفيجوال بيزك بتتحول لعلامه الايه، البيرسنت. تمام، وقلنا عشان نختار بين شرطين هكتب اور، مثلا هوير كذا بيساوي كذا، اور هوير كذا بيساوي حاجه تانية. صح يا اخوانا؟ تمام. واخترنا اند، تمام، اخترنا ايه، اند، وقلنا لو كتبت كده يبقى طوله صفر، كده از نال، عايز ادمج منهم الاثنين بيساوي صفر اور نال. شرحنا كل الكلام ده.
تمام؟ جميل. طيب الملخص، لما بجيب الحاجة دي، لما بجيب البيانات جملة السيلكت عندي بتجلب ايه؟ بحاجتين. اهو تعالى الرسمة دي هتساعد، تمام؟ اهو بقول لك البيانات او البرفورمنج ابديت، او بلاش البرفورمنج ابديت الاول، هات الرسمة دي كده اهو. احنا طبعا كنا بناخد الادو دوت نت مع الايه؟ مع الاكسس. طيب بقول لك ببساطة، هنا الدوت نت داتا بروفايدر اللي بيبندك بالبيانات، انت اول حاجة عندك انزيرت ديليت او ابديت بالنسبة للكومنت، تمام؟ طيب خلي بالك ده مش سيلكت، يعني هو سيلكت مش عامل معنى، هو بيتكلم هنا عن تحديث البيانات، تمام؟ بقول لك اول حاجة محتاج اتصال، خلاص بدل انت محتاج اتصال يبقى انت محتاج سيلكت كومنت، تمام؟ هنا بقول لك الاتصال لو مع انسيرت وديليت وابديت هتاثر في الداتابيز. اهو خلي بالك انا بتكلم دلوقتي على ايه، اهو مفسر اكتر. لو انا اخترت اهو انسيرت او ديليت او ابديت ببساطه هروح للكونكشن، والكونكشن يبعت للايه؟ ها للداتابيز. في مشكلة في كده؟ لا. طيب جملة السيلكت، جملة الايه؟ ها السيلكت اهو، السيلكت كوماند، السيلكت ايه؟ كوماند. انا شغال دلوقتي بالوضع الايه؟ اللي هو الوضع الايه؟ ها دايركتري المباشر، اللي هو كان بيسموه الوضع الايه؟ المتصل، صح؟ طيب محتاج ايه ببساطة؟ محتاج داتا ريدر، اسف الاول، محتاج كونكشن. الكونكشن هيجيب حاجات من ايه؟ ها من داتابيز. يبقى السيلكت الاول ياخد الكونكشن ويجيب بيانات من داتابيز ويقوم معطيها لمين؟ للداتا ريدر، صح؟ مش ده اللي احنا كنا خدناه؟ وصلت يا اخوانا كده؟ يبقى الانزيرت والابديت والديليت محتاج كونكشن وتودي البيانات مره واحده ايه؟ للداتابيز، خلاص زي ما اخدنا. انما السيلكت محتاج الكونكشن ويجيب بيانات من الداتابيز ويوديها لايه؟ للداتا ريدر. انما لو في الوضع الثاني، نمسح بقى ده، الوضع الثاني هنا بالنسبة في رسمة تانية هنا اللي هو الوضع الايه؟ المتصل، اكيد له رسمة اهو بالشكل ده كده، ده الوضع الايه؟ المتصل، اسف المنفصل. انت عندك قاعدة بيانات اهي، دي قاعدة ايه؟ بيانات، جميل كده. القاعدة البيانات انت خدت منها ايه؟ كونكشن. انا بعمل دلوقتي ايه؟ كله سواء سيلكت او ابديت او ديليت او انسيرت، كله كله مره واحده. انا عندي داتابيز بعمل عمليه سيلكت بالكونكشن، بودي للكوماند والكوماند بيودي للداتا ادابتر، الداتا ادابتر يودي لايه؟ لداتا سيت، الداتا تيبل اللي موجود في داتا سيت او لوحده بس، خلاص. يبقى ده اهو، ثم بيعطي لده، ثم ده يعطي لده، ثم ده يعطي لايه؟ لده كده، تمام؟ او العكس، تاخد من داتا تيبل، بلاش اللون الاخضر ده، تمام؟ خليها في اللون ده. تاخد من داتا تيبل يعطي الداتا ايه؟ ها داتا ريدر. الداتا ريدر تعمل له ابديت يروح ياثر فين؟ ها بالكونكشن، ياثر في الداتابيز بس. ده الوضع الايه؟ المنفصل زي ما اخذنا قبل كده. طيب نمسح ده خلاص. وكنا اخذنا قبل كده اهو التحديث في قاعده البيانات بيتم عن امرين، بيتم بطريقين. تحديث في قاعده البيانات بيتم ايه؟ طريقين. اول حاجه وزاوت داتا سيت، من غير داتا سيت خالص، انت مش محتاج داتا سيت، فبالتالي اول ما اقول لك داتا سيت يجي في دماغك على طول داتا تيبل، تمام؟ يجي في دماغك ايه؟ الداتا تيبل، تمام؟ طيب من غير داتا سيت يبقى انت تستخدم الامر اللي هو اكسكيوت نون كويري، اللي انت تستخدم الكوماند بقى، تمام؟ طيب تعالى هنا، لو انت استخدمت داتا سيت دي يجي في دماغك على طول تستدعي الصوره الذهنيه اللي في دماغك للايه؟ للداتا تيبل، تمام؟ لان زي ما قلت لك هو الداتا سيت عباره عن مكان كبير بيحتوي على حاجه اسمها داتا سيت، بيحتوي على داتا تيبلز وحاجه اسمها ريليشن، علاقات، تمام؟
هنقف ان شاء الله مع الاكسس، مش مع الاكسس اسف، مع السيكوال لما ندخل في الايه في السيكوال ان شاء الله. طيب جميل، نيجي هنا الداتا ادابتر. لو قدامك بعد الداتا سيت قدامك طريقين، برضو لا اما تستخدم الاكسكيوت ريدر، لو انت هتعمل ايه هتعمل عمليه سيلكت اهو، او هنا اسف لكل الابديت اصلا تمام، او تقول له ايه داتا ادابتر دوت ابديت. فاكر لما كنا بنقول له دي ايه دوت ابديت صح كده؟ فاكر هو ده او ده تمام. ده كده معظم الحاجات ايه اللي احنا اخدناها. اخدنا ايه تاني؟ ده اخدناه. عندنا هنا الداتا سيت في حد ذاته. الداتا سيت ممكن تكون من لا اما داتا تيبل او داتا كولوم تمام، اسف الداتا تيبل او داتا ريليشن. داتا تيبل او داتا ريليشن. الداتا تيبل بقى مكون من ايه؟ داتا كولوم اللي هو عمود، داتا رو تمام، وحاجه اسمها الكونسترينت. الكونسترينت تمام اللي هو التقييدات. خلاص طيب ما سيبك من التقييدات دلوقتي، يبقى عرفنا الداتا سيت اصلا في حد ذاته بيتكون من حاجتين اساسيين تمام. الداتا تيبل ده كان اعتماد اساسي عليه. حاجه اسمها داتا ريليشن، علاقه بين قاعده بيانات وداتا تيبل. خلاص طيب احنا خدنا منها مثال بسيط كده بس ما شرحناش فيه كتير، يعني هنشرحه ان شاء الله مع السيكول تمام، لانه مش مفيد بالنسبه لنا قوي مع الايه مع الاكس. طيب تعالى هنا الداتا تيبل زي ما قلت لك مكون من اعمده وصفوف وحاجه اسمها الكونسترينت. طيب ده كده ببساطه خلي بالك اللي احنا اخدناه، ورحنا اتكلمنا عن العلاقات بين الجداول صح كده تمام. اتكلمنا عن علاقه بين جدول وجدول، او اكتر من جدول بجدول، او جدول ملوش علاقه بجدول ايه ملوش علاقه بيه برضه بجدول ايه وسط بينهم. ده بفضل الله كده اللي احنا اخدناه كله تمام. اخدنا نعمل ابديت باكتر من طريقه، انسيرت او ابديت عموما بكل جمل ابديت اللي هي سواء ديليت او كلمه ابديت، انا قصدي ابديت بابديت البيانات كلها سواء بجمله ابديت او بجمله انزرت او بجمله ايه ديليت غير جمله ايه سيلكت تمام. وعرفت الوضع المتصل والوضع المنفصل، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده، عيوب ده ومميزاته ومميزاته، وعيوب ده ومميزاته تمام. كده الوضع العام. افضل هو في يعني قلما ما تلاقي المصادر العربيه، الكتب المصادر العربيه اذا كانت ما كانتش معدومه يعني، الكتب العربيه للاسف قليل بطبيعه حالنا العربي كله اصلا تمام. طيب افضل كتاب بيتكلم في الحته دي، بس هو مش مخصص فقط للاكسس تمام، بس هتلاقي اصلا معظم الكتب الانجليزيه اصلا العالميه مش مخصصه للاكسس شيء، لانه كله بيتكلم عن السيكوال تمام. افضل كتب اللي ممكن تفيدك في الموضوع ده الكتاب ده تقريبا تمام، الكتاب ده، وافضل لك النسخه او الاصدار الخامس تمام. اديش الطبعه الخامسه مش الاصدار، الطبعه الخامسه ده يعتبر افضل كتاب في الحته، مش الافضل كتاب لا، سيبك من هو كتاب كويس ولا لا، تقريبا الفصل 13 على ما اعتقد تمام. الفصل 13 بيتكون الفصل 13 واللي بعده واللي 14، بس الافضل او اللي هياسسك صح ال 13. ابحث عن الكتاب ده تمام، حاول تشوفه تمام. كتاب 13 ده الفصل 13 فيه كتاب جميل جدا جدا جدا. هو طبعا الاسقاط هناك عن السيكول، لكن هو بيتكلم بصفه عامه. طبعا هو يطلب منك بعض المجهود للغه الانجليزيه، وفي نفس الوقت هيطلب منك لو انت محتاج بقى تترجم ترجمه تمام، ترجمه جميل. خلي بالك الكتاب مش هيكون بي دي اف بالله بصيغه البي دي اف، لا ده هيكون صور بيكشر محطوطه في بي دي اف، يعني مش هتعرف تعمل سيلكت منه وتختار جمله وتاخدها وتبحث عنها تمام. هتحتاج بقى وسيط اسمه اي سي ار بقى، زي برنامج اسمه فوكس ات فانتوم بي دي اف مثلا، ده برنامج جميل جدا فوكس ات، البرنامج اللي هيحول لك الحاجه اللي مكتوبه بلغه مظبوطه انجليزيه لكلام اللي انت تحوله يتحولوا مقروء، اسمه فوكس ايت فانتوم تمام. ده برنامج جميل تقريبا اصدار 7.0 تقريبا او 7.5، لا اما كده او تقريبا 7.0 كده تمام. ده برضو برنامج جميل للبي دي اف عموما، بل هو افضل من ادوبي ريدر
هو ممكن مقارب الى الايه الاكروبات، ادوب اكروبات. اتفقنا يا اخوانا؟ ده كده ببساطه ملخص الدوره. الكتاب ده الفصل ال 13 وال 14، ال 14 هيبدا يتكلم على حاجه اسمها ايه تقريبا مع المتخصص من السيكوال، وده برضو ايه الى حد ما هو بيسقط كلامه على السيكوال، ولكن انت ممكن تمشيه بالاكسس عادي، تمشيه في الاكسس ايه عادي. يعني انت اصلا اول ما تعلم الاكسس تمام هتروح للسيكوال تلاقي الامر سهل، وتعلمت السيكوال تيجي الاكسس برضه تلاقي الامر سهل تمام، لان هما الاثنين تقريبا الى حد ما بنيه قريبه من بعض خالص. اتفقنا يا اخوانا؟ ده كده ملخص اللي احنا اخدناه في دوره الاكسس الى الان مع الفيجوال بيسك. ان شاء الله هنبدا من الدرس القادم عمل المشروع، حدد مشروع كبير، ازاي هنصمم مشروع، ازاي نخطط للمشروع قبل ما نعمل اي شيء اصلا، لازم نخطط للمشروع بتاعنا تمام. بعد كده هنمر بمراحل كتير في المشاريع، نقف مع اخطاء، هتقابل اي مبرمج ثم هنقف مع ان شاء الله يعني هنقف مع مشكله التوزيع، اللي ازاي تعمل برنامج سيت اب للبرنامج بتاعك، وازاي ترفق تخلي البرنامج يشتغل. ده طبعا ده كل كلامي على قاعده بيانات من نوع اكسس، تخلي البرنامج يشتغل عند العميل اصلا من غير ما يسطب الاوفيس ازاي، وايه الحاجات اللي هو العميل محتاجها هناك عشان البرنامج بتاعه يشتغل، التعامل مع الشبكات في الحته دي، لو مثلا لو قاعده البيانات هتكون في جهاز تاني والبرنامج بتاعنا في جهاز تاني وده يتصل بيه ازاي والكلام ده، وازاي اعدل جمله الاتصال والكلام ده، دي برضو نقطه مهمه تمام. ازاي في الاخر اعمل عمليه تثبيت، لا قبلها الاول هنتعامل ازاي مع التقارير، ايه هي انواع التقارير اللي هتعامل معها وايه الافضل طبعا، لان في الاخر لازم اقدم للمستخدم تقرير تمام، او المستخدم هيحتاج تقرير تمام. دي نقطه. النقطه اللي بعدها ازاي في الاخر نحزم، نعمل نحزم مش الكلمه يعني ايه ذات الطبع السيء في الاذهان، لا نحزم يعني نعمل حاجه اسمها ايه السيت اب، نعمل عمليه تحزيم للايه البرنامج بتاعنا بكل مرفقات والحاجات اللي احنا ايه هنستخدمها في برنامج على شكل التثبيت، سواء اللي هو بيسموه كليك وانس تمام، اللي هو دبل كليك يبدا يثبت في الايه في المسار اللي احنا عايزينه، وشويه توصيات من خلال الخبره الايه البرمجيه اللي عند ايه اللي في المجال ده تمام. اسالكم الدعوات للقائمين على الموقع والعبد الفقير تمام. نكمل ان شاء الله الدرس القادم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.